أصدرت الحكومة العراقية سلسلة قرارات جديدة لتشديد إجراءات حظر التجول، وزادت من عدد ساعات الحظر اليومي، وفرضت غرامات مالية تصل إلى 100,000 دينار أو ما يعادل 80 دولارا على الأشخاص الذين يخالفون التعليمات الجديدة. وجاء التشديد في إجراءات الحظر على خلفية الزيادة الملحوظة في أعداد المصابين بالفيروس خلال الأسبوع الأخير. يجوب علي شوارع بغداد بسيارته بحثا عن طعام يومه. ما كان فعلا اعتياديا قبل كورونا بات اليوم يحتاج إلى جهد ومدارات، حيث تقلصت فرص العمل وشح المال اللازم لشراء الاحتياجات اليومية الأساسية. أغلب الشعب العراقي يعني كسب، ناس كسب على قوتهم اليومي، فماكو تقول مثلا موظف أو عدة راتب من الدولة يجي فحتى يقول أقعد وأسكت بالبيت. لا، ناس يعني اللي أنا أعرف جماعة اللي ما يشتغل بيوم أتوقع ما يأكل نفس اليوم. النزول إلى الشارع مجازفة تشترط اتباع إجراءات وقائية لتفادي الإصابة بالوباء أو انتشاره. عندي معقمات وعندي هذا البخاخ والتعقيم صورة عامة، فيعني إذا أشوف العبر ما مرتدي الكمامة أو الشفوف أطيب من هذا المعقم حتى لا ينقل لي شيء ولا أنقل لي شيء. الوباء القاتل إذن، وبعد تسجيله أرقاما متصاعدة في الأيام الأخيرة أجبر السلطات على التجديد باتباع إجراءات الوقاية من خلال زيادة ساعات حظر التجوال وفرض غرامات مالية وعقوبات أخرى. مع ذلك ما زال هناك من لا يكترث حتى وسط هذه السوق المزدحمة. الصراحة ما عندنا يعني التزام، واحد خليه يعترف ويقول الحقيقة مثلا، يعني المفروض هي صحيح وباء عالمي ضرب العالم كله، يعني وصلت إلى مئات الآلاف، فيجب على الإنسان أن يلتزم. حظر التجول والحث على البقاء في المنازل إجراءات ضرورية، لكنها قاسية بالنسبة لآلاف العراقيين، خاصة ممن يعيشون على جهد يومهم. يستغل الناس ساعات السماح لهم بالتجول لقضاء أكبر عدد ممكن من احتياجاتهم، وتشدد السلطات في استخدام صلاحياتها لمحاسبة منتهكي إجراءات الوقاية الصحية، معادلة دقيقة فرضها الوباء وعلى الجميع أن يتوازن معها حتى يتجاوز العراقيون أزمة كورونا بسلام. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد.